5-4-3-2 تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا النقيب أبو الليث قائد لواء أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. تم بعون الله إسقاط طائرة ميك 23 في مدينة موحسن في محافظة دير الزور صباح يوم الاثنين 13/8/2012 على يد أبطال لواء أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. قام بإسقاط الطائرة البطل أبو علاوي وهو أحد أبطال كتيبة عثمان بن عفان رضي الله عنه بقيادة الملازم أول أبو العباس السبعاوي. وقام أبطال كتيبة أحرار الفرات في بلدة البو عمر بقيادة أبو علي العمري بأسر الطيار. ونودي هذه العملية لروح الشهيد القائد أبو قتادة الحكيم ولأرواح شهداء الثورة السورية. عرف عن نفسك. الأخير الطيار ركن مفيد محمد سليمان. ما هي المهمة المكل إليك؟ كلفنا بمهمة قصف مدينة محسن. ماذا تقول لضباط الجيش الأسدي؟ أقول لهم الانشقاق عن هذه العصابة. ما سبب هذه الكدمات الظاهرة في وجهك؟ نتيجة سقوطي من الطائرة اللي كان في رياح شديدة المظلة سحبتني على التراب والبحص. كيف كانت معاملة الثوار لك؟ داووني وقدموا لي الإسعافات الأولية وجمعوا الكويسين يعطيهم العافية. طبعا وسيعامل هذا الأسير وفق ما يمليه علينا ديننا وأخلاقنا ووفق التزامنا باتفاقية جنيف الخاصة بأسر الحرب. الله أكبر والنصر لثورتنا المباركة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.